والآن متابعة لأحوال الجوية. وقفة ثالثة وأخيرة في نشرة التاسعة بصحبة فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا محمد، شكرا إلهام، وأهلا بكم مجددا وأخيرا مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 19، الصغرى 13، اسكندرية 18-15، مطروح 19-14، بورسعيد 19-15، إسماعيلية 20-12 وجوها معتدل. بالنسبة لي السويس 19-13، العريش 20-14، طابة 18-15، شرم الشيخ 21-15، الغردقة 21-16 وجوها أيضا معتدل. الأقصر 23-12، أسوان 25-13، الوادي الجديد 23-13، شلاتين 26-16، حلايب 24-18 وجوها أيضا معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.